أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل الحلزون البري والبحري علما بأنه يطبخ مباشرة طهيا؟ والله أنا ما أعرف الحلزون، ما أدري وش، لكن إذا كان إنه ما يعيش إلا في البحر هو حكمه حكم السمك، نوع من السمك. نعم، أما إذا كان يعيش في البر أنا ما أدري عنه، ما أعرف. نعم.